نحافظوا على النسخة المغربية في إطار تقليد أعمى أو تقليد زائف من طرف شابة. هذه الشابة التي تتجاوز العشرينات، ولكن كما قلت لكم أركان إخلال علني، لا من ناحية الإشارات، لا من طريقة الكلام، لا من طريقة اللباس العاري المتعمد، لأن كنا كنسمع فارس الأحلام كيجي على الفرس، دابا ولينا كنسمعوا أن الكلب هو اللي كيختار فارس الأحلام. مرحبا بلالة العروسة، معك مصطفى صابر فاطمة محامية بهيئة الدار البيضاء. الموضوع ديال اليوم هو الموضوع ديال الترند، او الموضوع ديال فيديو المواعيد الغرامي او البحث عن فارس الاحلام اللي شافوه المغاربه كلهم، واللي فعلا ثار واحد الضجه على مستوى الاعلام وحتى على مستوى الراي العام. لاننا حينما نسمع ان النسخه المغربيه، ونبداو نهضروا على النسخه المغربيه في اطار تقليد اعمى او تقليد زائف، تفاجئنا بواحد البنت اللي لابسه واحد اللباس اللي هو عاري متعمد، ما كيدخل في ركن اركان الاخلال العلني بالحياه، سندا لمقصد الماده 483 من القانون الجنائي او القانون الزجري المغربي. اذا هنا ما ثارني في هذا الفيديو، لان بعد ما سمعنا كمغربيه سمعنا انه نسخه مغربيه لوضعيه جديده، ووضعيه يمكن نعتبرها كما قلت لكم انا نوع من التفاهه، لان لا يعقل ان نكون نسخه مغربيه لهذا الفيديو، لا يمثلنا ولا يشرفنا ان نكون احد ابنائنا في هذا الوضع. لان سمعنا ان اختيار فارس الاحلام او في اطار موعد غرامي من طرف شابه، هذه الشابه التي تتجاوز العشرينات تحاول ان تبحث عن شاب، ولكن سمعنا ان هناك خطابات دينيه تم تمريرها في هذا الفيديو، ان الشرع ما كيعطيناش ربعه، وانه لو كان يخول للشرع، اذا هنا الشرع او الخطاب الديني لا يجوز به او لا يمكن ان يجوز في هذه النسخه المقلده تقليدا اعمى لناس لا علاقه لنا لا على مستوى الدين ولا الاخلاق ولا الواقع. الثقافه المغربيه كنعرفوا انها تفسير مبادئها من الدين الاسلامي، والثقافه المغربيه حتى ولو كانت الحريه فهي دائما مرتبطه بالوازع الديني، بالتربيه، بالاخلاق، بالواقع، بالمدرسه، بالمجتمع. ولكن حينما توصلنا النسخة المغربية ولا تشرفنا أن تكون هناك نسخة مغربية في هذا الإطار، نظرا لفحوى أو مضمون ذلك الفيديو الذي يتضمن كما قلت لكم أركان إخلال علني، لا من ناحية الإشارات، لا من طريقة الكلام، لا من طريقة اللباس العاري المتعمد، لأن وصلنا إلى أنها مساج خدش الحياة، وصل إلى إخلال علني، خدش الحياة، وكذلك حتى خدش حياة البصر وخدش حياة الأذن، لأن لا يعقل أن تشاهد ذلك الفيديو مع أسرتك الصغيرة ولا لا، ولكن كانت تفاجئ لأنه في إطار منصة أو على الشبكة العنكبوتية أو في الإنترنت في قناة يوتيوب. إذا هنا يمكن أي شخص أنه يدخل ويشوف هذه الوضعية ديال الشباب المغاربة، وشنو نحاول نوازع أو لأن الفكرة أو الهدف من مثل هذه البرامج أطلع على التقليد الأعمى، شنو الهدف باش نقولوا أنها نسخة مغربية. أنا كنقول أن هذا الفيديو يتضمن التفاهة، لأن لا يعقل أن نأخذ واحد معايير للانتقاء شاب أو فارس أحلام كما قالت الشابة، بأنه يبدأ من الحذاء، السروال، تيشورت، إلى وصول إلى أفكار، أفكار لا تكتمل لا على الطموح ولا على مستوى الشباب ولا على مستوى الوعي اللي كنطلبوا، واللي كنفتخروا دائما بالشباب المغاربة واصلين واحد المستوى ديال الوعي، ودائما كيرفعوا من المغرب ويرفعوا بالسمعة ديال المغرب ويرفعوا حتى بالتربية ديالنا والأخلاق ديالنا في المحافل الدينية والمحافل الدولية وحتى في برامج اللي هي توعوية وإلى آخره. ولكن أنا استغربت لأن فعلا كان واحد المؤثر اللي قال لهم نتمنوا من الله نحميو شبابنا وأطفالنا المغاربة، لأن إلا وصلت أن تفرجوا في هذه التفاهة وجات نسخة ثانية غادي نوصلوا كما قلت لكم للإخلال العلني بالحياة. كحقوقية وكمرأة قانون كنلتمس من الجهات المالية بما فيها مديرية الأمن الوطني والجهات الخاصة والحقوقيين وكذلك حتى الدفاع أنهم يلتجوا إلى تقديم شكايات في هذا الموضوع، لأن الاعتذار لا يكفي، لأن مست بالسمعة المغربية، مست بفحواها وبمضمونها، حتى بالكرامة ديال الشخص المغاربة، لأن لا يعقل أن نبداو نستعانوا في تحديد فارس الأحلام، لأن كنا كنسمعوا فارس الأحلام كيجي على الفرس، دابا ولينا كنسمعوا أن الكلب هو اللي كيختار فارس الأحلام بطريقة هي مشينة، تمس بكرامة الشخص، تمس بحقوقه الشخصية، تمس حتى بالكيان ديالو. نجي نقول أنا كاريزما لا حق الكلب هو اللي كيختار، راني ميسيو كله بدا بحذاء إذا وصل إلى الكلب. إذا هنا ما يشرفناش يكون نسخة، ما نقولوش على أنها نسخة مغربية، ولكن حتى النسخة في تقليدها الأعمى لا تصل إلى المغاربة، لأن ما ضمن في فحوى ومضمون ذلك الفيديو كما قلت لكم مهزلة، ويهين المغاربة ويهين كرامة المغاربة، ويمكنش المغرب يكون مجسد في ذلك البرنامج اللي تفاجأت أنه وصل إلى 40 درجة بالاختيار من أشخاص إلى وصول إلى الشخص المختار الذي يبين أنه لا وعي
ولا مستوى ثقافي ولا حتى مستوى اللي كيمثل الشباب المغاربه اللي هما في غنى على ما ضمن في فحوى المضمون. الاعتذار الذي قامت به الشابه غير كافي، لان انا كنطلب الرد على ان ما تركوش كل من سولت له نفسه حتى تعطى الحريه، لان هذيك الحريه حينما تمس شخصيته وحينما تكون حريه باسم جميع المغاربه هذيك ماشي حريه، هذه قاست كرامه المغاربه، لذلك خاصة التعاتب وخاصة التعاقب امام القضاء السجري اللي كيبقى له الفاصل والكلام في مضمون الفحوى. كما قلت لكم ان الفيديو يتضمن كما اخلال علني بالحياه ومعاقب عليه بمسؤوليه الماده 483، لانه بالكلمات والاشارات وحتى بالحركات والعير المتعمد الى غير ذلك وحتى بالاسلوب ديال اختيار ذلك الفارس الى غير ذلك، هذا هو المعيار في اختيار الفارس بهذيك الطريقه. علينا السلام، وكنتمنى من الله يحمي الشباب ديالنا المغاربه ويحمي الثقافه المغربيه والواقع المغربي ويحمي حاجه وحده اللي هي تحت غطاء جميع المغاربه هو الاسلام، اللي هو حنا كنفتخروا ان كنتمي ليه. قلنا حتى الطريقه والزمن اللي تعرض فيه ذلك الفيديو في ثاني يوم عيد، المغاربه كنعرفوا ان هذه اللحمه كتكون كلشي مغاربه مجموعين مع الاسره ديالهم والعائله ديالك، فما بالك بهذا الفيديو اللي ان اي واحد غتسولو يقول لك نستحي ان نكون يمثل المغرب بتلك الطريقه. حاشا ان الانسان الله سبحانه وتعالى فضل البشر عطاه واحد العقل كيميزو وميزنا ما بين الخير والشر وميزناش من الحاجه اللي فيها المضره بلا ما نحتاجوا الى قانون وضعي، تربيتنا في اخلاق ديالنا. انا باش تعطيني واحد الكلب ولي اختار فارس، هذه علاقه باديه بالشؤم وباديه بالمهزله والتفاهه، كيفاش هاد السيده اللي غتكون عندها منظريتي ان الكلب ديالها اللي يختار او الحيوان الذي تربيه انه يختار؟ هذاك الحيوان ما عندوش حتى شي ذنب، ولكن باش توصل انه هو المعيار الاساسي اللي قبلته الحيوان انه يكون هو فارس احلام، راه باديه بالتفاهه حتى في المهزله في الكوميديا ما يقبلهاش عقل ولا منطق. هو الفكرة أصلا كما قلنا بدات من الحذاء، باش الشخص كتختار من الحذاء ديالو من اللباس ديالو، لا ماشي أمام معرض نقولو عرض لواحد مثلا مصمم أزياء أو حتى مصمم أزياء ما كتبقاش، لأن هذا إهانة باش نبداو باللباس ثم أن الحيوان هو اللي كيختار، وأن حتى هذيك اللباس بهذيك الطريقة ديال العري المتعمد ما عرفناش شنو لابسه إلى غير ذلك. أنا كيبان ليا برنامج من التفاهة خصو تحضر من جميع القنوات وما عمرش يثبت، لانه لا يشرب كما قلت لك النسخه المغربيه وحاجه ان تكون النسخه المغربيه بهذه الطريقه. الناس خصهم يتعقلوا، للاسف الشباب الا غادي تهضر مع اي واحد غادي يجاوبك بان الحريه، هذه ماشي حريه، لان ما يخصوش الحريه الا قلت العفه وقلت الحياء ما كتبقاش حريه. انا ما غاديش نقولوا ان الناس، ما تنساش المغاربه راه ماشي هما الشباب اللي اختاروا ان الحيوان يختار، الحيوان ما عرف والو غادي يمشي وجهتي لواحد الشخص معين سواء كيربي الكلاب او لا يربي، ومن غادي ياخذ بهذيك المراه غادي يمشي عند واحد يتهلا فيه، ولكن باش نقولوا فارس احلام لانه كيربي الكلاب او ان الكلب اختارته، هذا ضرب من العبات ولعبات لا يستحق ان يكون هو المرجع الاساسي للشباب، لان كفانا مازال هاد الناس خصهم يتعاقبوا، خصهم يتعاقبوا وتوقف هاد البرنامج توقف كلي، لانه انا نقول لك اهانه للثقافه والواقع المغربي، ماشي هو هذاك البرنامج اللي كيمثل الشباب المغرب اللي دائما كنفتخر بهم اللي وصلوا الى محافل دوليه كما قلت لك، ووصلوا الى انهم رفعوا الرايه المغربيه في مجموعه من الدول على المستوى الثقافي على المستوى العلمي حتى المستوى الديني، ونجي نقولوا شباب تافه كما كنقول. للاسف انا ما عرفتش كيفاش هاد الصوره للناس الواسع الديني بدا كنبعدوا عليه بزاف، لان كيفاش هاد الناس غادو يشوفوهم في الشارع العام في الاسره ديالهم في التربيه ديالهم ووصل لهذا المستوى؟ غنجي نقولوا تقليد اعمى، حتى امريكا الناس اللي كانوا قاموا بها بالدور يمكن تاهم غير مستصغ، لان اللي كنكونوا في دوله محافظه او في بلد محافظ خصنا نرجعوا للواسع الديني واحترام القيم اللي هي لولاها لما كان الكيان المغربي والمجتمع المغربي الحمد لله في امن وسلام الى يوم الحد. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية، لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.